وبعد فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاجز. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. ذكرنا في الدرس الماضي أن العدد هنا لا مفهوم له، فليس معنى قول رسول على المسلم خمس أمور، خمس خصال أو ست خصال، لا يعني ذلك أن هذه فقط هي حقوق المسلم على المسلم. ذلك لأن العدد هنا ليس له مضمون مخالف، وإنما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن جملة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أكثر المسلمين يحتقرونها ولا يهتمون بها ويتناسونها ويعدونها من الهنات من الأشياء البسيطة التافهة. فلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى أنها من الحقوق الأساسية وليست من الحقوق الجزئية التي يستهان بأمرها. أولها السلام، إن ردا كما ذكر الإمام البخاري في روايته، وإن ابتداء كما ذكر مسلم في الرواية الثانية. فابتداء المسلم أخاه بالسلام حق ينبغي أن يؤديه، ورد الثاني السلام على الأول حق أيضا ينبغي أن يؤديه. وقلنا إن ابتداء السلام مندوب وإن الرد فرض، ولكن في هذا المقام المندوب أكثر مثوبة من الفرض. ابتداء السلام أكثر مثوبة من الرد عليه، وإن كان الابتداء سنة والرد فريضة. وهذا ذكرناه. الشيء الثاني عيادة المريض في الرواية الأولى، عيادة المريض. الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى شيء الناس يحتقرونه فيما بينهم ولا يهتمون به، فإن اهتموا به يهتمون به كوظيفة اجتماعية مقطوعة عن المعنى الديني. وعلى كل الحال الأمر خطأ كبير، فإما أن الإنسان يعرض عن عيادة أخيه المسلم سواء كان قريبا له أم لا، وسواء كان صديقا له أم لا، يعرض عن هذا الحق ولا يقول به، أو لعله يقول به ولكنه لا يتصور أن هذا الأمر من الأمور الأساسية في دين الله عز وجل. الإنسان قد يعلم أن صديقا له يعاني من مرض فيعود ويهتم ربما بهذا الأمر، لكن لا يخطر في باله إلا أنه أدى وظيفة اجتماعية، ويتخيل إليه
الذين عبارة عن دائرة صغيرة جدا من القدوس والأركان والمنزلات ضمن مجتمع صافي متراحم الأطراف له حقوقه ومقتضياته وواجباته الكثيرة. هذا تصور خاطئ، بل إن الدائرة الإسلامية أوسع من الدائرة الاجتماعية. لا أقول إنها تساوي الدائرة الاجتماعية، بل هي أوسع منها، لأن الإنسان عندما يستجيب لمقتضيات الإسلام يؤدي الحقوق الاجتماعية وحقوق الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك، يؤدي حقوق الزمن الذي هو فيه، ويؤدي حقوق المستقبل الذي هو مقبل عليه. فكيف تقارنون بين هذه الصورة الدائرة الإسلامية التي هي أوسع من النطاق الاجتماعي، كيف نقارن بين هذا الواقع وبين تصور إنسان يخيل إليه أن الإسلام له دائرة صغيرة جدا ضمن المحيط الاجتماعي الكبير. عيادة المريض حق اجتماعي يعرفه كثير من الناس، لكن هذا الحق الاجتماعي هو قبل ذلك حق إسلامي. وإذا ذهب الإنسان خارجا من ذلك لعيادة مريض مبتغيا بذلك أداء هذا الحق الذي لفت رسول الله أنظارنا إليه، كتب الله له من الأجر ما قد يزيد على حجة يحجها إلى بيت الله الحرام. ولكن المهم أن يعلم الإنسان أنه بهذا يؤدي حقا من حقوق الإسلام وواجبا من الواجبات الدينية التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها. فما ينبغي أن يضع في اعتباره أن فلانا من الناس سيعتب علي غدا، وأنني عندما مرضت في يوم من الأيام عادا فكيف لا أعوده بالمقابل. ما ينبغي أن ننظر إلى الأمر على أنها مسألة مقاربة، وعلى أنها مقابلة معروف بمعروف. إن تصورنا الأمر على هذا المنوال سقط الأمر، وعادت المسألة كشجرة مثمرة لكنها لا تثمر لأنها تحتاج إلى البحر، شكل عظيم جدا لكنها لا تعطي الثمار إطلاقا. هذه من الحقوق الاجتماعية. أيضا اتباع الجنائز وهو شيء ذكره رسول الله أو ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم والحديثان أو الروايتان المتفقتان في ذلك فيما يتعلق بالصلاة وعيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنائز حق من؟ حق الميت أم حق أهل الميت؟ هو بالواقع حق لأهل الميت. الإنسان الذي مات وارتحل عن هذه الدنيا له حقوق، حقوقه تتمثل في تنفيذ وصاياه، حقوقه تتمثل في تلبية كلمته، حقا له وحقا على من يرثونه، حقوقه تتمثل في أن علينا إذا كانت عليه حقوق لله أهملها، حقوق للعباد ضيعها، أن نسارع إلى أداء هذه الحقوق، أي نرمين العلاقات بينه وبين الناس من بعد وفاته. مع ذلك انتهت حقوق هذا الإنسان بوفاته، ولكن الحقوق هنا تتمثل في ما يتعلق بالأشخاص الذين يلوذون به. فاتباع الجنازة أداء لحق أقارب الميت. ومن أين جاء هذا الحق؟ الإنسان الذي يتوفاه الله عز وجل إنما يبتلي أهل
الله في المصيبة والموت المصيبة، ولسنا نحن الذين ابتدعنا للموت هذا الاسم، بل هو اسم اطلقه البيان الالهي على الموت. ان اصابتكم مصيبة الموت، هكذا يقول الله عز وجل. اذا هي مصيبة ابتلى الله عز وجل بها لا الميت، وانما ابتلى بها اهل الميت. وهذا يعني انهم بهذه المصيبة يعانون من عذاب نفسي ومن آلام. كلنا يريد وكلنا يعرف، والمطلوب عندئذ من اقاربي وجيراني واصدقائي واخوتي هذا الانسان جميعا اقارب كان ام اباعد ان يواصلوا قرابة هذا الله، وأن يقفوا وأن يجبروا بتوقف على كل المستوى المعنوية والمادية. ومن ذلك اتباع الكنائس، اتباع الكتاب. مسألة المعنوية بحتة. عندما يدرك هذا الإنسان أن الناس قد اهتموا بميته، وقد أهمهم هذه المصيبة كما أهم أقاربه، فإن وقع المصيبة بدلا عن أن يكون على كراهية المصيبة تتحول فتقع على ربما أهل هذه البلدة كلها أو أهل هذه القرية أجمع، ومن ثم يشعر هؤلاء الناس لأن مشاعرهم الكثيرة قد جبرت، وأن آلامهم قد ذابت أو ذاب منها الكثير. وهذا بحد ذاته عبادة من أجل العبادة وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وموضوع اتباع الجنازة حق من حقوق المعنوية، رمز إليه رسول الله إلى هذه الحقوق بهذا الأمر. لكن لا شك أن التعزية تتابع اتباع الجنائز. لماذا؟ لتعزية أهل الميت، وتعزية أهل الميت عليه أو له أجرا كبيرا جدا، أن بعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تقول عظم الله أجرك وغفر لميتك وعوضك عن مصاب تقل. ولا يقف الامر فقط عند هذا الحد، بل عند مواساته الماديه. والمواساه الماديه هي ان نجني اهل الميت عن الاشتغال بالطعام والشراب ونحو ذلك. واساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تسامع اهل المدينه بان جعفر قد قتل في غزوة مكة. كان واحدا من القادة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في ذلك اليوم. ولما عاد الجيش قاتلا وأيقن أهل جعفر وأولاده وأسرته أنه قتل، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جرهم ما يشغله، أي عن النظر في الطعام ونحو ذلك. الكبار مشغولون بمصيبتهم، ولكن الأطفال بحاجة إلى طعام وشراب. والكبار أيضا هذه أيضا من الحقوق التابعة لاتباع الجنائز. يعني كلمة اتباع الجنائز تبان عن هذه السلسلة كاملة، النظر إلى حال أهل الميت وصنع طعام لهم وإرسالهم إلى بيتهم أو بيوتهم، ثم اتباع الجنائز، ثم النظر إلى الحقوق المتبقية على الميت. ترى هل بوسع أهله أن يوقوها أم ليس بوسعهم أن يوقوها؟ هذه كلها من مظاهر أخوة المسلمين بعضهم لبعض. وعجب عندما نقول هذا الكلام ثم ننظر الى الواقع المخزي كيف تنكس وكيف آل الامر الى نقيض ما يقوله
من هذه الحقوق، حقوق أهل الميت. اليوم نسخت سنة رسول الله التي ترفع إلى أعلى درجات الضبط. نسخت سنة رسول الله ألا وهي أن يرسل الجراح وأهل أي الطعام إلى دار الميت، ونكست واستبدل بها النقيض. الآن أعين الناس هي التي تتطلع إلى النائبة العابرة التي ينسخها من أهل الميت، وأنت لا تدري هل ينبغي أن يشغل أهل الميت وقد جاءتهم مصيبتهم هذه بتجهيز ميتهم أم بإعداد المائدة العابرة لمن سيدعون بعد ذلك إلى هذا الطعام؟ شر طعام رأيته بحياتي، ولا أقول دكتور، شر طعام رأيته بحياتي تتقزز منه النفس، هذا الطعام الذي ينسخه أهل الميت لمن يدعوهم من بعد إلى أن يأكلوا. رسول الله يقول: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، أي اصنعوا لأهل كل ميت الطعام وأرسلوه إليهم. ونحن نقول بلسان الحال: ينبغي أن نحمل أهل الميت مسؤولية رفع هذه المائدة العامرة من الطعام ويدعى إليها الناس بعد ذلك. وسواء دعي الفقراء أو دعي الأغنياء فهو طعام منجوج مستقبلا في النفس، لا تقبله النفس العفيفة أبدا بشكل من الأشكال. إن كان الدافع إلى ذلك عادة اعتادها الناس ففرضوها على أهل الميت، فبئس هذه العادة التي يفرضها الناس على أهل الميت. وإن كان أهل الميت هم الذين يرغبون ويسعون إلى تحقيقها من عند أنفسهم تجملا وظهورا بمظهر معين، فبئس تلك العادة المنافقة التي يقوم بها أهل الميت. أيا كان العامل لهذا فهو عامل سيء يناقض أمر الله ويناقض الذوق الإسلامي ويناقض شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول: إن أنفق على هذا الطعام من تركة الميت فلا يريد أحد أن يطعم لقمة من هذا الطعام، ذلك لأن التركة لا ينبغي إطلاقا منذ أن يلمي صاحب المال من هذه الدنيا إلى الآخرة، لا ينبغي أن تمتد يده إلى أخذ قرش منه، لا ينبغي أن توزع. وإن قال قائل: إن أصحاب الميراث والحقوق قد سامحوا بحقوقهم، فما أدراك أن يكون هنالك قصة، وما أدراك أن يكون هنالك صغار. إن لم يكن هنالك صغار وسامح الجميع فحسب هذه العادة سوءا أنها تكرس مطيب ما أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق فيما قاله رسول الله أن لا يشغل أهل الميت أنفسهم بأداء طعامهم عن حسبهم مصيبتهم، وأن على الناس أن يبذلوهم بطعامهم لهم وللأطفال ونحو ذلك، أما الصدقات فشيء آخر. هذه كلها عبارة عن حقوق يعطيها المصطفى عليه الصلاة والسلام نابعة من جذع الأخوة الإنسانية أولا، ثم جاء الإسلام فحصن هذه الأخوة، فمن دخل في هذا الحصن كرهت هذه الأخوة، ومن بقي خارج هذا الحصن جاءت الرياح العاصفة فأطارت هذه الأخوة أيضا وبدا، ولكن الإسلام يطلبه ويدعو إلى ذلك. والدليل أن هذا الذي يقول رسول الله ليس خاصا بالمسلمين، فلو أن جيرانا لك مات له ميت غير مسلمين، جيران غير مسلمين، ينبغي أن تعزيهم و
وتعزية الإنسان لغير المسلم مشروعة كتعزيته للمسلم. إذا أن الكلمة تختلف، الفقهاء قالوا نقول للمسلمين عظم الله أجركم وغفر لميتكم وعوضكم عن مصابكم خير. نقول لغير المسلم نعم عوضك الله سبحانه وتعالى عن مصابك خيرا، نعم، وندعو له بالهدايه والرشد والتوفيق. موضوع الطعام ايضا يستوي فيه الاسره المسلمه والاسره غير المسلمه، وليس الاسلام حاجزا مميز يميز اسره عن اسره في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع ارسال الطعام الى اهل البيت الذي تؤذي فيه شخص قائم بقطع النظر عن ان يكون اهل المسلمين او غير المسلمين. اتباع الجنازه كذلك وارد، اللهم الا اشتراك في التكليف الدنيا فلا نفضل الكنائس ولا نؤدي او نحضر طقوسا دينيه عند الدفن ونحو ذلك، ولكن اتباع الجنائز امر محمود ومرغوب فيه على كل حال. وهذا يذكرنا بان اساس الاخوه هي الاخوه الانسانيه، لكن كون الاسلام انه سياسه لحمايه هذه الاخوه. عندما لا يكون هنالك اسلام وعندما تقوم الاديان المفرقه او العقائد المفرقه فانما انا هذه الاخوه ان تتنصر، وما امرنا الله ان ندين له بالعبوديه والاسلام والايمان الا حفظا لهذه الاخوه من التنزق. ثم يقول واجابه الدعوه، دعاك رب لك الى طعام، الى مجلس عنده في الباب، الى وليمه، ينبغي ان تستجيب للدعاء. والاستجابه للدعاء تبدا من الندب وترقى الى الايمان. فاذا نالت الاستجابه الى طعام بدون مناسبه وليمه مثلا فالاستجابه ممدوده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت الى صراع لاجبت، يعني مقدر شيء بسيط، يعني مقدر بهذاك الوقت كان يحضر كما يحضر الان، شيء طعام بسيط جدا. يقول رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه ليكون اسوه لنا وليكون قبله لنا، لو ان انسانا فقيرا دعاني الى طعام بسيط جدا جدا لوجدت ان من واجبي ان اترك كل شيء واستجيب لدعوته. إذا أنها دعوة مندوبة إليها. فإن كانت الدعوة وليمة عرس وليمة بمناسبة عقد وجبت الاستجابة، ولا يجوز شرعا الإعراض عنها، لأن الاستجابة إلى وليمة عقد نكاح أو عرس أهم من الاستجابة لصلاة الجماعة. الاستجابة لصلاة الجماعة مندوبة، لكن ليه؟ اليمينة مفروضة، أمر فرضه الله، ويعصي الإنسان إذا لم يستجب، إلا أن يكون هنالك عذر. ومن جملة الأعذار أن يكون هنالك منكر في المكان الذي يذهب إليه. قال العلماء ومن جملة الأعذار أن تعلم يقينا أن هذا الداعية إنما أقام حفلة لهذا التداعي وافتخارا وتعاظما مثلا تنافسا مع الاخرين، فان علمت، لا ان ظلمت، ان علمت ان هذه الدعوه قائمه على هذا الدافع فان الواجب يسقط، ولم يكلفك الله سبحانه وتعالى عندئذ بهذه الاستجابه. لكن الشارع كما امرني باستجابه الدعوه، الشارع يوصي الداعي ان يجعل دعوته لوجه الله عز وجل، وأن يجعل دعوته خالية عن المعاصي وخالية عن المنكرات، وأن لا يجعلها بسائق تباهي ونحو ذلك.
وانهم ان لم يكن هناك عذر مما ذكره الفقهاء في باب الولائم يجب الاستجابه. وانا اقول ان من الاعذار المقبوله في اليوم تلك الولائم او الحفلات التي تقام في انبياء عامه وفي ابناء فنادق معروفه. هذا عذر من الاعذار التي تسقط الوجود. ولو ان هذه الاماكن كانت خاصه للافراح خاصه للعقود والولائم لربما كان ذلك امرا مقبولا ولما كان ثمة عذر في عدم الذهاب. اما عندما تكون هذه الانبيه انبيه لله والمحرمات في غالب الاحيان ثم توضح في يوم من الايام من اجل وليمه اخرى او من اجل عقد فان الامر عندئذ يختلف والمكان مكان موجود. وعندئذ فللمثل ان يعتذر بكل لباقه ولكن لا يعلم. ونقول في هذه المناسبه نتمنى وكنت اكثر من مره ما دام هنالك اناس يعتذرون بان ولائمهم وحفلاتهم لا تتسع بيوتهم لها نتمنى ان تكون هنالك دور خاصه لامثال هذه العقود وهذه الامراض ان يصفاها عن الشوائب والمعية عن المحرمات. تقفل هذه البيوت ثم تفتح استجابة لأمثال هذه العقود. إذا تبني هذه الأماكن عن امتلال تلك النوادي الأخرى التي هي أماكن عصيان وأماكن له في أصلها مكان للقمار. هذا المكان ما ينبغي أن يمشى في حالات عارضة ليقام حفل عقد قران ومولد ويمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق يهدى الطبع يهدى ثم الشعور بالحفل يهدى. والله اقسم وانا لست بمبالغ ما حضرت عقدا من العقود التي الاستجابة للأصل لها واجب في مكان من هذه الأماكن إلا وشعرت بضيق نفسي عجيب. وعندما أدعى إلى أن أقوم فأتكلم أجدني أنني أجر الكلام جرا وأستخرج الكلام من تجاوز فمي دون رضا وأشعر أن ظلاما يغشي الحفلة كلها. بالعكس من الواقع الذي يحسسني عندما تكون هذه الاحتفالات في بيوت اقل ما هنالك انها بيوت طاهره عن هذا الله المحرم. ليست فيها اصداء هذه المحرمات. نعم واذا كان الامر هكذا اذا ينبغي ان نستشعر هذا المعنى. فكيف الامر عندما يكون الدافع تقليدا لاسره من اسره اخرى. اما اساس الاستجابه للدعوه فمطلوب وحق من الحقوق الانسانيه الاسلاميه. اذا دعاك اخ مسلم لك ايا كان يسن ان تستجيب للدعاء الا اذا كان لك عذر. الا اذا كان لك عذر. ومن الاعذار ان تكون منشغلا بواجب اهم. فالانشغال بواجب يفضل على الانشغال بمندوب. والانشغال بمندوب مؤكد يفضل على الانشغال بمندوب غير مؤكد. وعلى الانسان ان يعلم سلم الاولويات ليطبق هذا المعنى الذي نقوله. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشميت العاطف كثيرا منا يقول اي حق هذا شيء بسيط
يعلم ان حقا تركب في عنقك وذمتك له كدين مالي تماما. اذا انتابه الله وقال الحمد لله ينبغي ان تشمته فتقول يرحمك الله، ومعنى التشميت ان تقول له يرحمك الله. نعم، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة. فلو أن إنسانا سمع حمد إنسان بعد عطاه ولم يشمته، عند كثير من العلماء يعصي، يرتكب معصية، لأنه يحق كفاه. إذا في ثلاثة جالسين، واحد منهم قال يرحمك الله، نعم، فقد سقطت المسؤولية على الاثنين الآخرين. لكن لو أن أي منهما لم يشمته ولم يدعو الله له بالرحمة، فقد باع الثلاثة بالمعصية. ونحن نتساءل، طيب ما هي أهمية هذا الأمر؟ الأهمية غير مرفوعة، وسأقول الآن في آخر هذا الدرس إن شاء الله. الأهمية شيء خطير كبير، لكن الترمومترات المادية لا تفسدها، المقاييس التي ترصد الأشياء المحسوسة لا تفسدها، إلا أن الأمر في غاية الأهمية. أما الزائد على هذا مما أورده الإمام مسلم في صحيحه هو: وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك أخوك. ومرة أخرى أقول صيام الأخ المسلم أو غير المسلم، إذا استنصحك فينبغي أن تشير عليه بالنصح، أي أن تقدم له المشورة التي تقدمها لنفسك، وأن لا توفر أي معرفة لديك لمشورة تنصحه بها دون أن تقولها له، وأن لا تضم عليه بأي معروف تعلمه ثم لا تقول له، لا سيما إذا استنصحك. وإذا لم يستنصحك ينبغي أن تنصحه، فكيف بمن جاء يستنصح، أي جاء يستشير ويسأل؟ نعم، المستشار مهتم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضيعت حق هذا المستشير فقد خنت، لأنك ضيعت أمانة قلدك الله عز وجل إياها، سواء كان هذا المستشير قريبك، صديقك، رجلا من عامة الناس، رجلا غير مسلم، مسلما، عدوا لك أو غير عدو. ينبغي إذا استشارك أو إذا استنصحك أن تنصح له، أي أن تدله على الحق الذي تدل نفسك عليه. هذا هو الأمر السادس الذي زادته رواية مسلم على ما هو متفق عليه عند الشيخين. ما هي ثمرات هذه الأشياء؟ وهي أشياء قد يراها فعلا بعض الناس تافهة. أنا قلما أجد إنسان مثلا ينتابه عطاء، ثم أسمع ممن حوله كلمة يرحمك الله. وهذا يحصل في الحافلات، في السيارات، في الطرقات، في الأماكن العامة، وكأن هذا الشيء يعني غير داخل في الإسلام. وهذا أولا يعود إلى الجهل والظن، وربما يعود إلى عدم الاكتراث، أن هذا شيء تافه، أو ربما واحد يقول أنا شو بيعرف في من هذا؟ روح له الحمد لله يرحمك الله عليه، شو بيبي بينه حتى يرحمك الله؟ شو بيبي يرحمك بينه؟ بينك وبينه حق أقامه الله عز وجل نسيج أقدس، القوة الإنسانية التي أنزل الله هذا الإسلام حفظا لها وحصنا. وأقول مرة أخرى، القوة أساسها القوة إنسانية، لكن ما الذي يحميها؟ وحدة العقيدة. عندما لا تكون وحدة عقيدة يتناقض الناس، تجذبهم
هذه الأخوة؟ ما هي هذه الولاية؟ وحدة العقيدة. فالدين لم يأت ليخترع أخوة، وإنما جاء ليحمي أخوة. هذه الأخوة لا بد من أن نغذيها، نغذيها بهذه الأشياء. تبادل السلام، عيادة المريض، صديق كان أو لم يكن صديقا، مرافعة، اتباع الجنائز بسلسلتها التي قلناها، كافي، المرافعة المادية، المرافعة المعنوية إلى آخر ما هنالك، استجابة الدعوة، تماما كما قلنا، تشميت العاطف، هذه الأشياء جزء من حقوق كبيرة، جزء، لكن الناس يحتقرونها في العالم. يعني لا يبالون بها، لكن تصور لو أن مجتمعا في قرية أو في بلدة نفذ هذه الحقوق، فلسوف تجد أن عوامل الأمن تتلامى تماما كنواة ألقيت في تربة فسقيتها وتعاهدتها بالسقيا، ستجد أن هذه النواة تحولت إلى نبات، وأن هذا النبات بدأ يشتد ويتعالى صاعدا إلى جنب السماء، تجد أن هذه المحبة بدأت تماما. بالمقابل مشاعر البغضاء، مشاعر الأحقاد، البغائن كلها تذوب تتراجع، ونحن بأمس الحاجة على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العلاقات الفردية الصغيرة والكبيرة، بأمس الحاجة إلى أن نعمد إلى نواة المحبة التي غرسها الله بين عباده فمن المياه، وأن نعمد إلى عوامق العداوة فنجيبها. وما هو الترياق الذي نملكه؟ الترياق هذا الذي يوصلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح هذا الكلام، خطر في بالي أن بعضا مما قد يسأل، وفعلا سألني سائل منذ أيام، قال: ألا يتعارض مع هذا الذي نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخشي؟ وقد جاء مسلما: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. طيب يخشي قاتل أم قتال؟ وتاب وعاد إلى الله. وقلنا البغض ينبغي أن يكون للمعصية التي تلبس بها العصر، لا للشخص، والإسلام يجب ما قبله. كيف قال رسول الله هذا الكلام ليخشي؟ الحديث صحيح، لكن ما يفوته كثيرا من الناس حتى بعض أهل العلم والتالي. روى البخاري أن وفد فقيه عندما جاء إلى رسول الله، وفد فقيه من أين جاء؟ من الطائف. جاء إلى رسول الله، لم يأتي مسلما، جاء ليناقش رسول الله في أمر الإسلام. استقبله رسول الله وأنزله في المسجد، وظلوا حوالي 20 يوم وهم يناقشون في الإسلام. هل كانوا مسلمين؟ لم يكونوا مسلمين. نظر رسول الله إلى بنوه وإلى وحشي في ركن من أركان المسجد جالسا، ولما رأى سأله: أوحشي؟ قال: نعم. قال له: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. لم يكن وحشي قد أعلن إسلامه بعد، هذا ما ذكره البخاري، وليس هنالك أي نص أو أي رواية تثبت أن وحشي في تلك الساعة كان مسلما. اندس في صفوف هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس كلهم ما كانوا مسلمين، ومع ذلك فرسول الله ما طرده وما أبعده وبركاته، وما قال له: أنت الذي فعلت وفعلت، وإنني أستطيع أن أسأل نعم لعمي منك. ما قال هذا، وإنما قال له: إن استطعت أن لا تري من وجهك فافعل. بعد حين دخل وفد ثقيف من الإسلام، وكان هذا واحدا منه يقول يخشي، إنه بدافع من شعوره الخاص كان يخجل من
من أن يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه وهو القاتل لعمه حمزة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم حمزة أقصاه عن مجلس جلس أو قال له إن استطعت أن لا تريد من وجهك فقال ما أقل، وإنما المهم أن نعلم متى وفي أي وقت رأى رسول الله يخشى لأول مرة وقال له هذا الكلام، رآه في مسجده مع وقت فقير، وقبل أن يعلن وقت فقير بكل أفراده الدين في الإسلام. فأعتقد أن لا إشكال في هذا الموضوع أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم لنا وهو القائل لقد خيرت أو خيرني الله واحترت. عبد الله بن أبي سليم آذى رسول الله أكثر مما آذاه وحشي، وحشي هو قاتل عمه، لكن عبد الله بن أبي سليم هو الذي أشاع قادة السوء والإفك الكاذب في حق من؟ في حق زوجه أم المؤمنين عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها. فأي الأذيتين أخطر؟ ولو كانت لأذية ما أن تتسرب بأي تأثير إلى قلب سيدنا رسول الله لكان أشد الأذى إسراعا إلى قلبه ونفاذا إلى شعوره إذا عبد الله بن أبي بن سلول. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك واتفقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك، اللهم لا تقبل جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لم تدوم، اللهم تهدئ لنا من كل وصف يلاعبنا عن مشاهدتك ومحبتك، وادم علينا